وزيرة الصحة تطمئن على الأطقم الطبية وتواجه بتذليل أي تحديات تواجههم أثناء تأدية عملهم. الحكومة الإسبانية تعلن عودة السياحة اعتبارا من يوليو المقبل. رئيس وزراء اليابان يعلن رفع حالة الطوارئ بعد التغلب على كورونا. الثانية ظهراً 12 بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، مرحبا بكم. في البداية نرجو من جميع المصريين أخذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، احمي أهلك احمي بلدك. نبدأ مع حضراتكم مشاهدي الكرام هذا الموجز. فقد نعت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد شهداء الواجب من الأطقم الطبية الذين توفوا أثناء تأدية الواجب الوطني للتصدي لفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن الدولة لن تنسى تضحياتهم. جاء ذلك خلال اجتماعها الدوري بكل من وكلاء وزارة الصحة والأطقم الطبية بمستشفيات العزل على مستوى الجمهورية عبر تقنية الفيديو كونفرنس. وقالت وزارة الصحة في بيان إن الوزيرة اطمأنت على الأطقم الطبية وجاءت بتذليل أي تحديات تواجههم أثناء تأدية عملهم. أعلن البيان عن تفعيل عمل 320 مستشفى عام ومركزي لتقديم الخدمة الطبية لمصابي فيروس كورونا تباعا، ومشيرا إلى زيادة المقاعد بالخط الساخن 105 إلى 500 لسرعة الرد على استفسارات المواطنين وتخصيص تطبيق للرد على الاستشارات الطبية. أعلنت الحكومة الإسبانية السماح للسياح الأجانب بحجز عطلاتهم الصيفية في البلاد بدءا من يوليو. وأشار وزير السياحة الإسباني لأنه اعتبارا من يوليو سيتم تعليق الحجر الصحي الذاتي لمدة أسبوعين للمسافرين القادمين من الخارج. تعتمد إسبانيا بشكل أساسي على السياحة، وهي تعمل حاليا على تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا بعد أن تأثرت البلاد اقتصاديا بسبب الإغلاق. سجلت روسيا 92 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3633 وفاة. وقالت وزارة الصحة الروسية إنه تم تسجيل 8946 إصابة جديدة بالفيروس، مما يرفع الحصيلة إلى 353427 إصابة. أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي أنه سيتم رفع القيود عن رحلات السفر الداخلية اعتبارا من 19 من يونيو المقبل. وقال أبي أنه سيتم رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، كما أشار إلى أن البلاد نجحت في السيطرة على انتشار فيروس كورونا خلال أقل من شهرين. أصدر وزير التنمية المحلية محمود شعراوي قرارا بتكليف المحافظين بوقف إصدار تراخيص البناء في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى لمدة 6 أشهر. يتضمن القرار وقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لحين التأكد من توفر الاشتراطات البنائية والجراجات. شهد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع عبور أكبر سفينة حاويات في العالم في أولى رحلاتها البحرية ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة خلال رحلتها القادمة من الصين والمتجهة إلى هولندا. أكد أسامة ربيع أن قناة السويس الجديدة نجحت في تعزيز المكانة الرائدة للقناة ورفع كفاءتها لتظل الاختيار الأول والوجهة الأكثر ملائمة للأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة، وذلك في ظل تنافس الخطوط الملاحية لبناء السفن الأكبر عالميا للاستفادة من اقتصاديات الحجم وتقليل النفقات التشغيلية. وصلنا لختام الموجز، ولمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم وإلى اللقاء.